ومتابعينا وقروبات داعمنا بمساهمات حتى لو كنت بالنشر، الدال على الخير كفاعله. فإذا ساعدتنا وبإذن الله نتكفل الوقف عن قريب، طبعا على الشاشة رقم التواصل، نستقبل اتصالاتكم عبر الأرقام اللي أمامكم على الشاشة، واللي يتبرع يدق ونستلم بإذن الله تبرعه. اليوم جاتني مبادرة وفكرة من قروب الدعم، الله يعطيهم العافية، مهد المشر وين؟ تعالوا وش نفدا. طبعا هذه اكيد جايه من اهله والده والدته، افتح الظرف ان شاء الله يوريكم اياها باذن الله. تفضل يا مسر، اول شيء طال عمرك وجه كلمه للمشاهدين الكرام بخصوص وقف اليتيم الاول بمنطقه جيزان. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اما بعد اقول حثوا الهمه، فضل الصدقه بيننا، ويكفي من يكفي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انا وكافي اليتيم كهاتين في الجنه. فهذا الوقف هو اختصار لمرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم بإذن الله. فأنا أقول حثوا الهمة وحطوا لكم بصمة قبل يقفل، شفناها أمس على التشطيبات الأخيرة، فالله الله يا باغي الخير أقبل. تفضل يا أبو بشير، افتح الظرف اللي أنت وقر ما فيه. الظرف من الوالد الله يطول عمره، والد الجميع اللي جاكم شفتوه. قول هذا الشيك يقول جمعية وقف الأيتام الأول في وادي، من جمعية وقف الأيتام في وادي عمود بجيزان، ادفعوا بموجب هذا الشيك لأمر والد مهدل بن مسفر الدوسري 900 ريال في هذا الوقف. بوجه كلمة للشايب، وشي أقول الله يجعلها حجاب لك عن النار يا أبو عبد الله، الله يجعلها حجاب لك عن النار، يجعلها خاصة لوجه الله ويرزقنا على برك. 900 هذا السهم من الولد للشيبان، لكن أنت بطيبك عطيت ريه وأنا ولدك، الله يجعلها ميزان حسناتك. هذا اللي أنا بقول. سم الاسم الثاني الربع من ماضي إلى نواف العرماني، تفضل نواف. تفضل اقرأ أول شيء الظرف، جاي كملنا بعدين تفضل. الماضي دولان العرماني ونعم الله، أقول أقول قال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، تصدق باللي تقدر عليه. ترى الريال يعتبر صدقة، ريالين يعتبر صدقة، وإذا أنت تقدر أكثر من 500 أو 1000 أو 300 حاول أنك تساهم باللي تقدر عليه. ترى الصدقة فضلها شيء عظيم، تصدق أمان الغنيمة، الله يجزاكم خير. جمعية وقف الأيتام الأول في وادي عمود بجيزان، الدفع بموجب هذا الشيكل ماضي دون عرماني 500 ريال، ما قصرت، بيض الله وجهك يا ماضي. خذ قهوة وراه. طبعا هذه قهوة جاية من قرب الدعم، الله يعطيهم العافية. الغلاية ورا ها؟
مهدل تعال مهدل خذ قهوتك. سب سم الله هدوك. يعطيك العافية. معنا اتصال؟ اعطونا اياه. ونعم. هاي تفضل معنا. السلام عليكم. يا هلا يا علي، كيف الحال؟ طيب الحمد لله. شلونك؟ عساك بخير. شلون المتسابقين وشلون خالي مهدل؟ ابشرك طيب بخير. تعال. انا متبرع للمتسابقين وخالي مهدل ب 300 ريال. كفو كفو، الله يجزاك خير ان شاء الله. الله يسلمك، شلونك يا خالي؟ الله يبقيك، وشلونك؟ عساك طيب. الله يشكرك. نحمد الله ونشكرك. شلون امك واخوانك كلهم طيبين؟ باشرك طيبين. شلون دراستك زينه؟ سلمني على فارس والمسفري. من هو عليه؟ المسفري وانا السفارس. واخويا انا كلهم. يبلغ يبلغ يا واخويا كلهم. يبلغ يبلغ يا خالك يبلغ. هذا من علي الدوسري تبرع 300 ريال لاخواني. كفو. جعلني ما عدبك، جعلني ما عدبك يا خالك. جزاك الله خير. هذا علي الدوسري متبرع لخاله مهدل. علي بن محمد الدوسري. ونعم متبرع لخاله مهدل ب 300 ريال. الله يجزاه خير ان شاء الله يخليه لامه. كفو كفو، لا لازم تاخذ كفو. قهوة يا اخو. لا ما في اي قهوة. بغير من شيء، حط اشياء مع حار طال عمرك. حط الحلفاء ولا عليك. على خشم. هو انت تامر امر. يعني ما عاد. الاسم الثالث. علي شمراني تفضل طال عمرك. الباك يا حي. هلا هلا الله يبقيك. هلا سلام عليكم. كلمه اول شيء طال عمرك في الكويت الاول. اول شيء اقول الله يجزاك خير، اشكر جروب دعمك على الانجاز ذا، واقول خير ولاجر جال احدكم. استغني بفرصه يا مال غنيمه، ولا هو باي اجر، اجر انك ترافق رسول صلى الله عليه وسلم في الجنه، وصدقه تطفي غضب الرب وتصدقوا يا مال الجنه. الله يجزاكم خير. يجزاكم خير ان شاء الله. تفضل اقرا الظرف جاك من طال عمرك. تهاني المطيري ونت الحربي لعلي الشمراني، الله يجزاكم خير. افتح بس الظرف. جمعية وقف الايتام الاول في وادي عمود بجزاء. تهاني المطيري ونت الحربي لعلي الشمراني 200 ريال. الله يجزاكم خير ولا يهيكم ويجعلنا موازين حسناتكم. والله يرزقنا وياكم محبة الناس، محبة الناس شيء كبير وشيء لا يوصف. واللي اقوله الله يجزاكم خير ويجعلنا موازين حسناتكم يا رب. الله يجزاكم خير ان شاء الله خير. معنا اتصال من ام خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا ام خالد؟ الحمد لله تمام. يا كلمه توجهينها بخصوص وكل يتم الاول. حابه اقول شكرا لك يا ابني على مبادره جميله وعلى لقائك الجميل وعلى الفقره الجميله. تقول انه الصدقه جميله جدا، انفعكم الصدقه فيها خير واجد. تبعك في مكتبك وقدرك أحفظك من كل فضل عظيم عظيم جدا. وقول لا تسأل المدرب، اسأل الطبيب ولا تسأل، اسأل المدرب ولا تسأل الطبيب. وأحثكم على المبادرة وعلى الصدقة وعلى تذكار في كفالة الأيتام. هذا يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يكتب اجرك ان شاء الله ويجزاك خير على الاتصال الكلام الطيب. طبعا الكل يتفق، اولكم انا من مكاسب البرنامج محبه الجمهور لنا جميع. وابشركم كل واحد منكم حتى اللي المتواجد والغير متواجد جاه سهم
بقرب دعمه ولا من محبينه ولا من جمهوره، ولكن ما توفرت معي اليوم وابشر بالعوض ان شاء الله. تعال يا باسم، باسم يا باسم. اقرا اسمك. الله يعافيك ابشر. اول شيء قبل اقرا انا اعتذر اذا تسمح لي يا وازع، اعتذر عن عدم حضوري لفقره امس. اول شيء لعارض صحي، والعارض الصحي كان يتعارض مع الاثر الجميل اللي كان امس. والحمد لله كذلك يوم شفت التاثر في اخواني يوم جوني، فعلا كان عارض الصحي ما يتاقلم اني احضر فقره امس وفقره اليوم كذلك بعد، لكن هذول اخواننا ولازم نقف معهم. اوشك ما قريت الظرف من وين جاي؟ من وين جاي؟ جاي هذا جاي من جنتي بنتي ضي باسم المطيري. الله يخليها لك ان شاء الله. الله يخليها لك ان شاء الله. جزاكم خير. ضي مقدم الشيك هذا لجمعية وقف الأيتام الأول في وادي عمود بجيزان، ادفعي بموجب هذا الشيك لأمر ضي باسم مطيري 300 ريال. الله يجعلها في ميزان حسناتك يا بنتي، وشكرا لك. البنت إذا ربيتها تربية حسنة تكون سبب في دخولك الجنة. وعز الله المبلغ ذا راح في المكان اللي يستاهله، وقف اليتيم الاول بجمعيه البر الخيريه بجيزان بوادي عمود. احنا تكلمنا زي ما تفضل اخوي مهدل، تفضل اخوي علي، وكذلك نواف العرماني، وظهر مدري، المهم تكلمنا كثير عن وقف اليتيم الاول وعن فضل الصدقه. الان ما علينا الا نحث وقفتكم وقفتكم وقفتكم، تراهم اخواننا لا تقصرون عنهم شيء، ولا انتم مقصرين ان شاء الله، لكن نبي الهمه يا اخوان، وهذا والله اللي عهدناه منكم، الهمه ثم الهمه ثم الهمه. في نسخ سابقه قد قمتوا باشياء عظيمه، فما انتم بتجربون، لكن عسى الله يوفقنا ويوفقكم ونكون قد الهقوه وقد الحمل هذا، ونقفل الوقف باذن الله باذن الله. وشكرا لكم. سلام. اخذ طال عمرك الظرف، اخذ قهوتك وحالاك معك. علي تعال خذيت نواف الروقي، تفضل. جزاك الله خير يا ابو ضي، خليها لك ان شاء الله. اقرا الظرف من وين جاي بس. تتكلم عن الوقف الحين؟ تكلم عن الوقف بعدها بتحضر. وش اقول وش اخلي في الوقف؟ من اراد توفيق، من اراد الرزق، من اراد البركه، في حاله، في ماله، في صحته، عليه بتصدق. كيف عاد اذا تصدقت علي فيه؟ شكرا لك. طول مايكك شغله يا ابو شغل طافي، ترى طافي بطاريه اتوقع. لا طافي بطاريه. امسك امسك. لا 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 تكلم. هدية مقدمة من ثلاث أشخاص من عائلة نواف الروقي بمبلغ 640 ريالا. الله يجزاكم خير، يطول عمركم ويخليكم لي ذخر إن شاء الله. والله لو أقول إيش، شكرا 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 شكرا. يا سلام، جزاك الله خير. معنا اتصال من محمد القحطاني. الو. هلا والله. السلام عليكم. مساء الخير طال عمرك. النور. كيف الحال وشلونك؟ خير ابشر. كلمه طال عمرك توجهها بخصوص وقف اليتيم الاول. ابشر طال. تسلم. الصدقه سبب في زياده بركه المال. خلص الصدقه دخل وتعود على ابطال البذل. نوصي المشاهدين بالتبرع بوجود
به نفسه. جزاك الله خير، الله يكتب اجرك اخوي محمد. وياك. يعطيك العافيه. اخوي فارس الحربي تفضل طال عمرك. مرحبا مبارك. اول شيء انا دائما اذا ناديت اسمك بخصوص وقف اليتيم اسالك عن الدرع اللي جاك وكلمه توجهها للي هداك الدرع. والله بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اول شيء الحمد لله اللي رزقني طال عمرك محبه الناس اللي يتبرعون عني. الحمد لله. ثاني شيء مهما قلت وانا قلت يوميا انطرى علي موقف الرجال لاذكره تركي بن احمد القحطاني بيض الله وجهه تبرع وجه. وانا ما اعرفه ولا يعرفني ما غير بهالشاشه، لكن اسال الله ان يوفقه ويرزقه الجنه طال عمرك، وان الله يحقق مطالبه، ولو احججه على ظهري ما وفد دينه وما يذبح الرجال الا المعريف طال عمرك. ليش مبارك طال عمرك. ابيك تسحب هذا حاطينه فضل صدقه وابيك تقراه وتحدث كذلك على الوقت. عود نفسك على العطاء فإنه سبب إلى دفع البلاء. طبعا العطاء طال عمرك مثلا الصدقة. طبعا الإنسان ما يعلم الغيب، ما تعلم وش المقدر لك في الدنيا. أحيانا سبحان الله تدفع عن نفسك في كفالة يتيم أو صدقة جارية، أو تعطي رجل، أو تفرح شخص مثلا. ترى حتى الابتسامة صدقة، ها، وربي يدفع عنك البلاء وانت ما تدري. وحصلت مواقف كثيره، ياما ناس سلموا من الحادث، اطلع وطال عمرك سياره تالف، لكن سبحان الله حتى المشخ ما تلقاه بسبب يا انها اسقاله رجل، ها، او صدقه تذكره وهي تطري عليك ترى وقت المصيبه. فالله الله اعطوا نفسكم طال عمركم، الله يحميكم من كل شر باذن الله. الله خير مبارك. وخذ قهوه طال عمرك. وشكلك قهوه عندي ابي اترك للشباب، اعطني اياها مهدي. اخوي مناحي ليش متفضل طال عمرك. الله يبو أحمد. بيك الله. صدق طلع. فضل الصدقة تجعل الشخص يشعر بانشراح شديد في صدره، بالإضافة إلى الإحساس براحة عظيمة في القلب. أول حاجة مجهوداتكم المبذولة تذكر فتشكر. إضافة لذلك أنا أخواني كفوني بالاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. أنا ودي أنبه على حاجة، أنه حنا بحاجتنا إلى اليتيم والوقوف مع اليتيم أكثر من حاجة اليتيم ولنا، فبادر قبل أن تغادر. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. جزاك الله خير طال عمرك. جزاك الله خير. طبعا الصدقة بلا شك فضلها عظيم، ووقف اليتيم الأول يحتاج بس مشاركتك ومساهمتك ومعاونتك معنا. أدخل التطبيق وساهم بالمبلغ اللي تقدر عليه، ما هو بشرط بالأسهم اللي ذكرتها، حتى لو كان ريال ترى تقدر تساعدهم. الريال ينفع اليتيم. وأخوي سلطان بن زويحس وأخوي ركان السهلي راحوا ومثلونا خير تمثيل، الله يعطيهم العافية إن شاء الله يكتب أجرهم. راحوا ومع أستاذ عبد الرحمن كليب وصوروا الوقف كامل، والحمد لله أنه ما بقى إلا القليل، راح الكثير وبقى القليل. وأتوقع أول أسبوعين جانا أبو غلا وأعطانا التحديث قال 40% راح. احنا الحين في يوم 40 بزنس، اكيد انها راح شيء كثير، اكيد اكيد، وبقى ان شاء الله شيء القليل. فما نستغني عن مشاركاتكم ومساهمتكم معنا، الله يجزاكم خير ويطول اعماركم. نواف فرجان تفضل. اخبرك ولا تكلم؟ الله يحيي اخوي المطبخ. الله يبقيك. خطة على عمرك ورقه وبعدها تكلم. اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، ومنها الصدقه الجاريه. اول شيء حاب اشكرك يا اخوي وازع، واشكر جروب دعمك على المبادره الحلوه هذه. الله يطول عمرك. وبالنسبه للصدقه فضلها عظيم، والله فضلها عظيم من الرب، فما بالك اذا كانت في يتيم. واليتيم والله في حاجتنا. استغل الفرصة والوقف بإذن الله أنه قرب يكتمل،
وإحنا إن شاء الله نبي يكتب معنا في البرنامج بعد الله ثم بعدكم والجمهور العزيز. فاستغلوا يا رب والله الصدقة فضلها عظيم. اللي عنده مريض بيشافيه ربي بإذن الله، واللي عليه دين بيقضيه ربي، واللي عاطي الوظيفة بيرزقه ربي بعد الصدقة بإذن الله ما تنام عينه. حسنا هذا ما عندي، شكرا لك يا أخي. الله يجزاك أخي وفرزان. إياك رب. معنا اتصال من أخت نجلة. السلام عليكم. السلام عليكم. يا هلا يا أخت نجلة، كيف الحال؟ الحمد لله تمام، كيف حالكم أنتم؟ الله يعافيك. كلمة توجهينها بخصوص وقل اليتيم الأول. أستاذ وائل معي عندي بشرى. أسلمي. الوقت تقريبا تعدى 30%، يعني تقريبا باقي 70% وينتهي الوقت. بادروا قبل أن تغادروا. أتمنى من المتسابقين أنهم يوجهون الكلام، وحنا ما رح نقصر بتويتر، رح ننشر ورح نتفاعل مع الوقت. الوقت الحين 30% تقريبا، بس باقي 70. سهلة على قناة الواقع وجمهورها. سلام. الله يجزاك خير أخت نجلة، يعطيك العافية. الله يعافيك. طبعا من كلام أخت نجلة إن شاء الله ما راح يقصرون معنا، وقربات دعمنا الجميع في النشر والمساهمة والمشاركة كذلك في وقل اليتيم الأول. أخوي بندر العلي تفضل طال عمرك. هلا ابو شعبان، نزلكم طال عمرك تفضل. السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير. صراحة أشكرك يا أخوي وازع على هذه المبادرة اللي أهم شيء عندي في هذا البرنامج. وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. اليتيم هو اللي بيدخلك الجنة، لكن أنت ما بتدخلها الجنة. فالله الله حثوا على الوقفة مع اليتيم، وتصدقوا بما تجود نفسكم، اليوم عمل وبكرة نتيجة، فأحسنوا العمل. تذكر خير الله يجزاك خير إن شاء الله. أسحب ورقة وتكلم. فضل الصدقة الوقاية من وسوسة جميع الشياطين، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها 70 شيطانا. هذه من بعض فضائل الصدقة وكفالة اليتيم. يقول: الوقاية من وسوسة جميع الشياطين، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه: ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها 70 شيطانا. جزاك الله خير، بيض الله وجهك. سلام، جزاك الله خير. فيه